قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان لم تسبب خسائر مادية أو بشرية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لمبعوث الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية. وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي، ولم تصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.